أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قال وكيل وزارة المالية ماهر جوهان أنه لا نية للحكومة والوزارة لإعداد موازنة تكميلية للعام الحالي. وقال جوهان أن الموازنة العامة أساسا تعاني من عجز يصل إلى 30 تريليون دينار، وعليه فإن إعداد الموازنة التكميلية لا يتحقق إلا بوجود وفرة مالية وعدم وجود عجز. وأضاف جوهان أنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلا أنه ذلك لم يسهم سوى بسد ثلث العجز الموجود بالموازنة، أي ما يقارب 10 مليارات دينار. إلى ذلك قالت جهات مصرفية عراقية أن أحزابا ومافيات وجماعات مسلحة متهمة بإدخال كميات كبيرة من العملات العراقية المزيفة إلى الأسواق المحلية. وكشف مدير دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي العراقي جعفر غلام، كشف أن 200 مليون دينار مزيفة تكتشف شهريا من قبل جهات مصرفية حكومية وأهلية مصدرها جماعات مسلحة. قال مجلس محافظة بغداد أن سبب الاختناقات المرورية في بغداد يعود إلى الاستيراد العشوائي للسيارات. وأضاف المجلس أن شوارع بغداد غير قادرة إطلاقا على استيعاب أعداد إضافية من السيارات كونها تجاوزت الحد المسموح به من وسائل النقل. وأشار المجلس إلى أن وزارة النقل يقع على عاتقها إيجاد بدائل لفك الاختناقات كالتاكسي النهري أو المترو، فيما يترتب على وزارة الإسكان والإعمار والمرور وأمانة بغداد إنشاء المجسرات الجديدة والطرق لاستيعاب أعداد السيارات الموجودة داخل العاصمة. وجهت وزارة الشباب والرياضة في العراق بفسخ العقد الاستثماري للمدينة المائية في منطقة البياع مع الشركة المنفذة للمشروع بسبب البطء في التنفيذ وتلكؤ العمل. وقالت الوزارة أنه تم اتخاذ قرار بفسخ العقد مع الشركة المستثمرة للمشروع نظرا لبطء التنفيذ وتلكؤ العمل، إذ توقف العمل بالمشروع منذ مدة طويلة بسبب وجود عدة مشاكل أبرزها التغيير في التصاميم الهندسية للمدينة المائية. هذا ويزور وفد من وزارة التجارة والصناعة في حكومة كردستان العراق بغداد لحل مشكلة منح إجازة الاستيراد والتصدير. وقال المدير العام للتجارة في كردستان العراق نوزات أدهم، قال إن الهدف من الزيارة يتعلق بمسألة التجارة بين كردستان العراق وبغداد. وأوضح أدهم أن زيارة الوفد تأتي لحل المشاكل الموجودة بشأن الاستيراد بين كردستان العراق وبغداد. هذا وأشار أدهم إلى أن بغداد تطالب بأن تكون إجازة الاستيراد والتصدير بشكل مركزي وأن تكون فقط من بغداد، إلا أن كردستان العراق رفضت هذا الطلب. أما الآن نتابع أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.